النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم إلى نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنتحدث ونتناول بها المحاور التالية. سنبدأ بالحديث بداية في متابعة حية للمنخفض الجوي العميق الذي يؤثر وما زال يؤثر على المملكة. سنتحدث على موقعه وما هي التوقعات المصاحبة له خلال الساعات القليلة القادمة، ثم نتحدث عن توقعات الطقس للأيام القادمة بعيد هذا المنخفض الجوي، ماذا سنتوقع خلال هذا الأسبوع. والأمر الأخير سنتحدث عن بعض التنبيهات والإرشادات الهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة في المملكة. نبدأ نشطة بصور الأقمار الاصطناعية، والتي تشير إلى تحرك هذا المنخفض الجوي العميق، والذي واضح جدا عبر صور الأقمار الاصطناعية. هذا الدوران الكبير لهذه السحب هو يعني يشير إلى وجود منخفض جوي عميق. هذا منخفض الجوي العميق مع ساعات مساء وعصر الجمعة كان يتمركز إلى المنطقة الشمالية من شبه جزيرة سيناء، تقريبا عند منطقة العريش، وتحرك لاحقا إلى قبالة السواحل الفرنسية. يمكن ملاحظة هذا الدوران يعني الرائع للسحب حول مركز هذا المنخفض الجوي، وهي بالمناسبة حالة نادرة جدا لأن نرى هكذا دوران لهكذا سحب في منطقة قريبة من شرق البحر الأبيض المتوسط. طبعا حول هذه السحب تلتف حول عفوا هذا المركز تلتف سحب ماطرة وكثيفة تتحرك مع تحرك هذا المنخفض الجوي. نماذج المحاكاة الحاسوبية التي تقوم باستشعار حركات الكتل الهوائية بما فيها المنخفضات تشير أن هذا المنخفض الجوي يتوقع لاحقا أن يتحرك باتجاه الأراضي الفلسطينية، ثم يدخل إلى شمال المملكة ويتحرك لاحقا إلى شرق المملكة، وهذا الأمر سيتسبب ببعض الظواهر الجوية التي سنتحدث عنها الآن عبر خرائط المحاكاة الحاسوبية للأمطار. إذن مكان مركز المنخفض الجوي كما تلاحظون واضح عبر صور محاكاة الأمطار بخلوه من الأمطار، كون المنطقة دائما المركز هي المنطقة التي يكون فيها الطقس أكثر استقرارا بالمقارنة مع المناطق التي حوله، حيث جميع المناطق التي حول المركز المنخفض تشهد أمطارا ما بين غزيرة إلى شديدة الغزارة ومتوسطة كلما ابتعدنا عن مركز هذا المنخفض الجوي. هذه الأحوال الجوية متوقعة مساء هذا اليوم كما تلاحظون. إذن هناك أمطار غزيرة في مناطق الضفة ومناطق فلسطين وصولا إلى مناطق شبه جزيرة سيناء وأيضا قبالة السواحل الفلسطينية. مع دخولنا في ساعات هذه الليلة يتحرك هذا المركز من المنخفض الجوي قبالة السواحل الفلسطينية ويدخل إلى داخل الأراضي الفلسطينية، وكما نلاحظ أن تركيز الأمطار يصبح خلف هذا المنخفض، هناك رياح تؤدي إلى تركيز الأمطار يكون في مناطق الوسطى والجنوبية وبعض المناطق الشمالية، وتكون هذه الأمطار بمشيئة الله تعالى هذه الليلة غزيرة في أنحاء عدة إن شاء الله من المملكة، وتكون شاملة لمختلف وكافة مناطق المملكة. صباح يوم غد مع دخول منخفض الجوي إلى داخل الأراضي الأردنية، كما نلاحظ أن تركيز الأمطار يكون في المناطق الوسطى وتحديدا المناطق الجنوبية، تقريبا المناطق الممتدة من الكرك الطفيلة وبعض أجزاء من جبال الشراء. هناك توقعات بأن تكون هناك أمطار غزيرة في تلك المناطق خلال ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة وصباح يوم الغد بمشيئة الله تعالى. مع تحرك المنخفض الجوي مبتعدا عن المملكة تبقى هناك تيارات هوائية شمالية غربية تتحرك خلف هذا المنخفض الجوي وتؤدي إلى هطول الأمطار بين الحين والآخر على طول الواجهة الغربية للمملكة، وتشمل مدن عدة بمشيئة الله تعالى. ولاحقا يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتراجع الفعالية الجوية مع تحرك المنخفض الجوي مبتعدا عن المملكة بمشيئة الله تعالى. إذن هذا يعني رسم وتلخيصي وملخص للأحوال الجوية المتوقعة. إذن كان المنخفض الجوي يتمركز فوق تقريبا منطقة شمال سيناء، يتحرك في درجين
المنخفض الجوي باتجاه سواحل أو المناطق المحاذية للسواحل الفلسطينية، يدخل هذا المنخفض الجوي لاحقا إلى داخل الأراضي الأردنية، يجلب أمطار متفاوتة الشدة التي هي باللون الأخضر في مناطق مختلفة من بلاد الشام، ولكن المناطق التي هي باللون الأحمر ستكون أكثر غزارة وبها أمطار غزيرة بمشيئة الله تعالى. إذن الطقس هذه الليلة طقس شتوي بارد ماطر بأمطار غزيرة، درجة الحرارة في العاصمة عمان تهبط إلى 10 درجات مئوية وتكون الملموسة 7 درجات، الرطوبة النسبية مرتفعة للغاية ويتوقع أن تعبر سحب وغيوم منخفضة ملامسة لسطح الأرض مما يعمل على تشكل الضباب في بعض المناطق بمشيئة الله تعالى. هذا الأمر متوقع بالنسبة لهذه الليلة. نهار يوم الغد يكون طقس بارد نسبيا غالبا غائم مع هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى على فترات، وذلك في يعني مناطق عدة من المملكة، يعني الأجواء أشبه بالأجواء الشتوية، لكن سنشعر أن الأجواء غدا ستكون أبرد مما كانت عليه بشكل لافت خلال الأيام الماضية. في طبعا درجاتها كانت للغاية مرتفعة مقارنة ما ستكون عليه الأحوال الجوية غدا بمشيئة الله تعالى. إذن يعني هذا كان المحور الأول لنشرتها الرئيسية اليوم. انتقالنا للمحور الآخر، تحدث عن توقعات الطقس خلال الأيام القادمة والتي يمكن استنباطها عبر مشاهدة خرائط الضغط الجوي. تشير هذه الخرائط طبعا إلى تواجد ذلك المنخفض الذي تحدثنا عنه سابقا فوق قبالة السواحل الأراضي الفلسطينية خلال ساعات مساء هذا اليوم. المنخفض غدا يتحرك إلى داخل المملكة بمشيئة الله تعالى، غدا صباحا يكون قد تمركز إلى الشرق من المملكة، كما تحدثنا هناك تيارات هوائية شمال غربية إلى غربية تجلب الأمطار غدا إلى أجزاء مختلفة من الواجهة الغربية من المملكة. مساء يوم السبت يبدأ تحرك مرتفع جوي كما تلاحظون قادم من الأراضي المصرية تدريجيا باتجاه المملكة، ويتحرك المنخفض الذي أثر على المملكة خلال 72 ساعة الماضية والذي كان منخفض جوي عميق وعاصف إلى داخل الأراضي العراقية ويبدأ بالتأثير عليهم، في حين يبدأ تأثير مرتفع جوي باتجاه المملكة. وكما سنلاحظ أن حتى نهار يوم الأحد يكون قد تمركز هذا المرتفع الجوي مع ساعات نهار يوم الأحد فوق المملكة، ويعني ذلك أن هناك استقرار على الأجواء ويستمر وتتشكل مرتفعات جوية محيطة بهذا المرتفع الجوي مع ساعات مساء يوم الأحد ونهار يوم الاثنين لتسيطر أجواء مستقرة بوجه عام في المملكة. ستحدث عنها الآن بشكل ملخص. الطقس خلال ثلاثة أيام القادمة، السبت يبقى ماطر، درجة الحرارة العظمى 13 درجة مئوية، تنخفض ما بين 10 إلى 11 في ساعات الليل مع فرصة للأمطار في ساعات الليل، ولكن يتوقع نتيجة بدء تشكل هذا المرتفع الجوي بدء تشكل الضباب في بعض مناطق المملكة ليلة السبت على الأحد. نهار يوم الأحد يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، تصل في العاصمة عمان إلى حدود 17 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا بوجه عام، تكون ضبابية في ساعات الليل في بعض المناطق لأن هناك ارتفاع واضح على نسب الرطوبة، درجة الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية، ويستقر الطقس بشكل تام يوم الاثنين، لأنه يوم الأحد ربما تهطل بعض الأمطار المحلية الخفيفة في المناطق الشمالية، لأن الطقس مستقر للغاية. يوم الاثنين درجة حرارة 18 درجة مئوية وأجواء في ساعات الليل باردة نسبيا مع 11 درجة مئوية. غدا ستكون هناك النشرة الجوية الأسبوعية، يمكنكم مشاهدتها غدا عبر منصات طقس العرب، ويمكنكم متابعة بها الطقس خلال ما تحمله بقية الأيام. إذا كان ذلك هو المحور الثاني لنشرتنا لهذا اليوم. ننهي هذه النشرة بالمحور الثالث، ربما ولعله أنا أعتبره هو المحور الأهم، وهي دائما النصائح والتنبيهات والإرشادات التي يجب عليكم الأخذ بها بعين الاعتبار بأن تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي، والتي نبدأها بنصيحة هامة جدا، والانتباه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والمناطق المنخفضة نتيجة أن الأرض قد تشبعت بالأمطار خلال اليومين الماضيين. كميات الأمطار بلغت في بعض المناطق ما بين 25 إلى 50 مليمتر، والآن هناك المزيد من الأمطار هذه الليلة ونهار يوم الغد، وبالتالي هذا يسمح بقلة امتصاص التربة للمياه وبالتالي جريان الأودية وتشكل السيول وجريانها بشكل كبير جدا في مناطق مختلفة من المملكة، وبالتالي ندعوكم إلى الابتعاد عن هذه المناطق قدر المستطاع، وأيضا عدم المجازفة والمغامرة بعبور الطرقات التي تكون بها هناك ارتفاع كبير لمنسوب المياه على الطرقات. التنبيه الآخر هو من خطر شدة سرعة الرياح مع دخول هذا المنخفض الجوي إلى المملكة، مع التنويه بأن سرعة الرياح لن تكون كما
كما كانت عليه خلال الليلة الماضية. أيضا اتجاه الرياح سيكون غربي وليس شرقي، وبالتالي لا يتوقع أن تكون هناك رياح قوية في المناطق التي تضررت من الأغوار، إنما ستكون هذه الرياح متركزة فوق المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. ويجدر بنا الانتباه من هذه الرياح التي قد تكون مصحوبة ببعض الهبات القوية خلال ساعات هذه الليلة. وأخيرا الانتباه أثناء المسير على الطرقات سواء هذه الليلة أو غدا أو حتى ليالي الأيام القادمة نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية الناتج عن الضباب أو الغيوم الملامسة لسطح الأرض. إذن هذا كان كل ما لدينا بالنسبة لنشرتنا الجوية الرئيسية لهذا اليوم. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم. دائما تابعونا عبر منصات طقس العرب المختلفة ليصلكم كل ما هو جديد حول الأحوال الجوية، ولا تنسوا تفعيل زر الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب لكي يصلكم فيديوهاتنا ونشراتنا أولا بأول. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.